هذه إحصائية عن آخر يوم، يوم أمس، الذين وصلوا من الحجاج للمملكة العربية السعودية عددهم 557,285 حاج من جميع منافذ المملكة. وأكثر الدول التي وصلنا الحجاج منها هي أولاً إندونيسيا 103,158 حاج، الهند 92,620 حاج، باكستان 81,865 حاج، بنغلاديش 74,701 حاج، تركيا 44,641 حاج. لقد وصل بعض الحجاج من من اليمن 12 حاجا، ومن ليبيا 136 حاج، ومن العراق 12,609 حاج، ولم يصل من قطر أي حاج حتى هذا اليوم. هذه يعني إحصائية سريعة عن من وصل للحج، لقصد الحج إلى يوم أمس.